مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم. مفيش شك ابدا ان اكتر حاجه ممكن تقلقنا او ترعبنا حرفيا هي اننا ممكن نحس ان بناكل اكل غير سليم مثلا، منتهي الصلاحيه او مغشوش. وعشان ده ما يحصلش لازم يكون في رقابه، ورقابه صارمه على كل منتج بيدخل البلد وكمان على كل حاجه بتتباع. طيب يا ترى دي مسؤوليه مين؟ وهل ده بيحصل في مصر ولا لا؟ الحقيقه واللي لازم نعرفه كلنا ان دي مسؤوليه هيئه سلامه الغذاء. والسؤال هو ازاي نعرف بقى ان الاكل اللي بناكله ده اكل سليم، وايه هي المعايير اللي بتحدد سلامه الغذاء وجودته؟ مشاهدينا اسمحوا لي ارحب بضيفي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. اهلا بحضرتك، منورنا يا دكتور. دكتور، يعني عايز ابدا بحاجه مهمه جدا، مصر فين في سلامه الغذاء على مستوى العالم؟ النظام الرقابي لسلسله الغذاء في مصر نظام قديم، خبرات متراكمه. بإنشاء الهيئة في 2017 يمكن الهيئة بقى لها وضعية إقليمية مميزة في الإقليم، الوطن العربي في الشرق الأوسط. عندنا دعم من الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن أستراليا ونيوزيلندا وثقة في النظام. وأعتقد ده اللي دفع مجموعة كبيرة من الدول إنها تهتم إنها تكون لها بروتوكولات واتفاقيات إطارية مع الهيئة، في دلالة على أهمية الهيئة في المنطقة وفي القارة. إيه نوع الدعم ده؟ في صورة دورات تدريبية، في صورة تبادل الخبرات ما بين الهيئات المماثلة والمناظرة في الدول اللي أنا ذكرتها، في صورة ابتعاث في بعض الأحيان لمفتشين من عندنا ومن القيادات الموجودة في الهيئة للتعلم واكتساب خبرات جديدة بمهارات جديدة بنكتسبها من التعامل مع الجهات المناظرة لنا في الدول اللي موجودة سواء كانت في الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا. هل ده بيعطي ثقة أكتر في مصر من الدول اللي بيتم الاستيراد والتصدير منها؟ وجود الهيئة بلوائحها وقوانينها واشتراطاتها وإدارتها لمنظومة سلامة الغذاء في مصر في سلسلة الغذاء بيدي مصداقية
وبيدي تنافسية للمنتج وبيدي ثقة للمستهلك اللي موجود في الدول اللي بتستورد المنتج من مصر إن في هيئة رقابية جديرة وقوية بتدير المنظومة دي داخل البلد اللي بيصدر له المنتج المصري. قبل ما أدخل في ملف الصادرات والواردات، يعني إيه سلامة الغذاء؟ إيه المعايير اللي بحطها عشان أقول إن هذا الغذاء سالم وآمن 100%؟ بمنتهى البساطة، الفرق ما بين ما كان قبل كده في نظم الرقابة على الغذاء كان بنعتمد على نظم الجودة وكل ما هو ليه علاقة بالخواص الحسية واللون وتواريخ الصلاحية، ولما تغيرت الآلية بتاعة الرقابة على الغذاء لسلامته ومأمونيته كانت بمنتهى التبسيط إن الغذاء ده يكون خالي من أي خطر، سواء كان الخطر ده مايكروبيولوجي أو كيميائي أو من بقايا مبيدات أو بقايا عقاقير بيطرية. فكل ما هو بيأمن الغذاء من المخاطر اللي ممكن تأثر على صحة مستهلكه ده اسمه بين قوسين سلامة الغذاء ومأمونيته. إيه هي المخاطر؟ ما زي ما قلت حضرتك، المخاطر مايكروبيولوجية إن هو اللي بتجنها ولا بتطلع من عندنا؟ لا، هي فكرة سلامة الغذاء بنتكلم على الغذاء في المطلق. قد يكون احتمالية التلوث للغذاء من مصادر كيماوية إشعاعية مايكروبيولوجية، بقايا مبيدات بتستخدم أثناء مراحل الزراعة والحصاد، بقايا مبيدات كانت موجودة على الثمرة فبقت لها تأثير سلبي على صحة المستهلك، عقاقير بيطرية لكل ما هو ذو أصل حيواني ممكن يأثر على صحة الإنسان. فهو هنا بنتكلم على منظومة مش على مصدر الخطر جاي منين. منظومة سلامة الغذاء كلها مخاطر، عشان كده يمكن المتداول في النظم حاليا بيعتمد على تقييم المخاطر وتحليلها، والآلية دي بتستخدم في الصادرات والواردات والرقابة على الأسواق المحلية والمنشآت الغذائية، معتمدة على تقييم الخطر وتحليله وممكن يسبب إيه ودرجته في عالي الخطورة وفي متوسط وفي ضعيف الخطورة. ملف الصادرات والواردات احنا يعني اتكلمنا على جزء منه، لكن فيما يخص اللقاء اللي حصل مع الاتحاد الاوروبي وعوده تصدير الاسماك وان يكون لك في لجان تفتيشيه جت، ايه اللي حصل في الملف ده يا فندم؟ في ملف السمك او الاسماك او فتح او اعاده فتح الاسواق الاوروبيه امام المنتجات السمكيه، احنا الزيارة تمت وكانت بتشوف كل النقط اللي لها علاقة بالنظام الرقابي المصري على المصايد والمنشآت وحتى على المراكب اللي بتشارك في عملية الاصطياد، والتقرير الأولي كان إيجابي. كان في بعض النقاط طلبوا إن احنا نرد عليها عشان تكون أكثر تفسيرا وأكثر إيضاحا. بعد الرد اللي هيكون في خلال 20 يوم اللي جايين احنا نستنى التقرير النهائي، ولكن كانت من الحاجات الإيجابية إن كان في ثناء وتقدير للنظام الرقابي اللي موجود على ملف الأسماك. نفهم من كده إن شاء الله في عودة للتصدير إن شاء الله، أتمنى، لكن أنا تملي بكون يعني حابب أسمع الكلمة الأخيرة من صاحب القرار هو في الوقت ده هيكون الاتحاد الأوروبي. ولكن احنا في خلال الزيارة كنا عندنا شفافية وكان عندنا منتهى الحرفية، واحنا بنعرض شغلنا وبنعرض النظام الرقابي بتاعنا وبنعرض إمكانيات القطاع ده وكيفية ضمانه للمنتج أو للسلعة اللي تصدر للاتحاد الأوروبي ومأمونيتها. طيب فيما يخص الواردات، إزاي بأمن كل ما يدخل مصر؟ الفلسفة الخاصة بالهيئة في الرقابة على الواردات هي الحماية المثلى للمستهلك من كل المخاطر الغذائية، وفي نفس الوقت تحسين ودعم كفاءة نظام الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية،
ودعم المنتج أو المصنع في أن يبقى عنده مستلزمات إنتاجه. الحقيقة أن إحنا عندنا على مدار الفترة اللي فاتت كل المنافذ الجوية والبحرية والمواني الجافة والبرية عندنا مكاتبنا ومقراتنا بتفحص كل رسالة وردة مرجعيتها للروائح الفنية الملزمة اللي حطتها الهيئة اللي بتحدد كيفية وعدد العينات اللي بتتسحب والتحاليل والاختبارات اللي بتتم عليها عشان نوصل ان احنا نقول ان السلعة دي خالية من كل ما هو بيسبب خطر على صحة المستهلك. فغير مسموح وغير وارد ان تخش اي سلعة من السلع الواردات الغذائية اللي داخل السوق المصري بدون ما يكون عندها المصفوفة أو المجموعة المعقدة من التحاليل. التحاليل دي بتتم إزاي وفين؟ التحاليل دي بتتم في كل المعامل الحكومية المعتمدة ومش بيصل الاعتماد للمعمل فقط، لا بيصل الاعتماد للآلية والطريقة اللي بيتم عليها التحليل. وكل المعامل المصرية سواء كان زمان نفوذ الزراعة أو الصناعة أو الصحة المعامل معتمدة من جهات خارجية. فالاعتماد ده بيدي مصداقية للتحليل والقائمين بالتحليل، فكل النتائج اللي بتطلع بتبقى نتائج موثقة عندها مرجعية راجعة لاعتماد المعمل واعتماد الطريقة. حضرتك في الفترة الأخيرة قلتوا في زيادة معامل عشان تقليل زمن الزمن الجمركي. دي المعامل اللي هتكون خاصة بالهيئة ودي اللي تم إنشائها بقرار من فخامة الرئيس. دي موجودة في خمس. بس ملحوظة إن سيادة الرئيس مهتم جدا بهيئة سلامة الغذاء بصورة شخصية. ده صحيح. وده مهم علشان برضو الناس تبقى فاهمة قد إيه الدولة مهتمة جدا بصحة المواطن. الدولة ممثلة في فخامة الرئيس وفي دولة الرئيس بتدعم الهيئة وحافظت على حياديتها وعدم انتمائها لأي جهة حكومية. ده عطاها نوع من الأريحية في العمل والمصداقية والثقة في أن النتيجة اللي بتطلع دي نتيجة بتأمن المستهلك المصري وبتأمن المستهلك في الدولة اللي بتستورد السلعة المصرية. احنا عندنا خمس معامل في ميناء الدخيلة ودمياط ودول أكبر منتين بيجي عندهم واردات مصرية وصادرات. عندنا في شرق التفريع وسفاجة ونويبة، معمل نويبة بدأ بالفعل يشتغل وده بيتعامل مع كل الصادرات والواردات من الإقليم الأردن والعراق والشام. عندنا السفاجة وده خاص بكل ما هو ليه علاقة بحركة تجارية مع الخليج والسعودية. وعندنا الدخيلة ودمياط ودول واحدة من أكبر المواني. الدخيلة حوالي 40 إن لم يكن 50% من حجم واردات مصر بيتم عن طريقها. السلع الاستراتيجية بتيجي عن طريق دمياط، فكان فعلا المعملين دول كان قرار ضروري وحاسم لوجود النوع ده من الـ 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 العوامل اللي تساعد على سرعة الانتهاء من الإفراج النهائي للواردات الغذائية. كانت بتقعد قد إيه قبل كده ودلوقتي بتقعد قد إيه تاني؟ لو أنا هتكلم على الجزئية الخاصة بالجزء بسلامة الغذاء كانت إحنا بنتكلم في حوالي كانت 16 وبعدين بقت 7 حاليا حسب القياس الأخير إحنا من 2 ل 3.5 يوم. طب كويس قوي وإن شاء الله هتبقى أقل في المستقبل. لو إحنا وصلنا إن إحنا نوصل نحافظ على 48 ساعة أعتقد هتبقى نتيجة مرضية لنا كهيئة. ومع الإجراءات اللي إحنا ابتدينا ناخدها مجموعة من القرارات كانت محفزة للشركات اللي موجودة في القائمة البيضاء فأعطيناهم
ميزة أن يتفحص مستلزمات إنتاجهم بشكل ظاهري وتفرج عن الشحنات الخاصة بيهم طالما أن احنا بنراقب العمليات التصنيعية في المنتج النهائي. حاليا احنا بندرس أن احنا برضو ناخد قرار أن احنا نفرج بالفحص المستندي وده مبني على تاريخ المستورد وبلد المنشأ للسلعة أن يكون درجة المخاطر مدروسة وده هيساعد أن احنا نوصل لدرجة أقل في زمن الإفراج النهائي للواردات الغذائية إن شاء الله. اسمعني نطلع بفصل ونرجع لك كمان محلك. فصل ونعود. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون. ويتزايد الاهتمام بسلامة الغذاء لما له من تأثير مباشر على صحة الإنسان والمستهلك، ولكنه يجب إجراء مراجعة على جميع العمليات المرتبطة بالغذاء، بداية من تصنيع الأعلاف ومرورا بعمليات التصنيع وانتهاء بعمليات النقل والتداول والتخزين. الهيئة القومية لسلامة الغذاء إحدى الهيئات المستقلة بهدف وضع الأطر والتشريعات الرقابية والقانونية لحماية صحة المستهلكين من خلال وضع مجموعة شروط لضمان أن الأغذية المصنعة أو المتداولة في السوق تتوافق مع أفضل معايير سلامة الأغذية والصحة العامة. وأصبح جميع مشغلي المنشآت والمصانع الغذائية ملزمين بالحصول على الترخيص والتسجيل في هيئة سلامة الغذاء المصرية قبل طرح المنتجات للتداول في الأسواق. وتلزم الهيئة مشغلي الوحدات التصنيعية ومتداولي الغذاء بضرورة سحب واسترجاع أي منتج غذائي من السوق في حالة عدم مطابقته لمتطلبات الجودة. وتعتمد الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أدائها للمهام الرقابية على نحو شامل فيما يتعلق بسلامة الغذاء، يستند على صنع القرارات على أساس علمي مما يجعلها قادرة على التخفيف من حدة العقبات التي تواجه منظومة سلامة الغذاء في مصر. أهلا بكم من جديد مرة أخرى. اسمحوا لي أرحب بدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. أهلا بحضرتك دكتور. دكتور، أنا الجزء ده الحقيقة عايزة أخصصه لما كان يتردد في الفترة الأخيرة عن أن في بعض السلع مخشوشة، في تلوث في بعض السلع، الناس كانت بتبقى قلقانة جدا لو راحت تشتري بن أو قهوة من أي مكان خارجي، لدرجة أن أعتقد دلوقتي ناس كتير قوي تبقى قلقانة أنها تشرب قهوة برا. إزاي بحكم على سلعة أن هي مخشوشة أو كويسة؟ غش السلع بيبقى لمنهجية عند اللي بيقوم بيه. فتملي إحنا بنكون عندنا بعض المكونات أو المركبات اللي إحنا بنكشف بيها عشان نتأكد إن السلعة دي مخشوشة بمواد لا تمت للمنتج بصلة، أو في تغيير في التركيبة عشان يوصل إنها تدي نفس الشكل والطعم واللون. تملي بيكون الكاشف للنوع ده من المخالفات هو المستهلك، لأنه أكتر واحد ممكن يحكم على إن السلع دي مخشوشة أو السلع دي بره المعتاد من اللي هو بيستهلكه. دي واحدة. الجزئية التانية دور الهيئة، ودور الهيئة تملي بيكون استباقي، وساعات احنا بناخد حملات وبنقوم بحملات للكشف عن الغش بعض المنتجات، وبنسميها حملات مبنية على الترصد للحدث. الناس بتتكلم على ان في غش في بعض المنتجات، شكاوى بتجينا من خلال المنظومه، من خلال المستهلكين نفسهم بيدخلهم على الصفحه الخاصه بالهيئه او على الايميل او على رقم التليفون او الزملاء في حكايه حمايه المستهلك. كل الجهات دي او كل النقاط المستقبله للشكاوى بتكون
مؤشر لأن في حاجة مش مظبوطة في المنتج ده. طب وهل كان في حاجة مظبوط مش مظبوطة في البن؟ أصل الناس كانت بتشتكي الحقيقة إن الموضوع مختلف. كان في خروج عن النص في بعض المنتجات، ويمكن البن كان واحدة نتيجة إن حجم استخدام المصريين للبن متزايد، فكان فعلا في بعض المنتجات مغشوشة، وإحنا جالنا مجموعة من الشكاوى، وإحنا رصدنا حالات للغش وسحبنا عينات من بعض نقاط البيع، وفعلا ثبت إن هي كانت مخالفة للمواصفة ومخالفة للتركيب. لا، سواء البن اللي بيتباع في المحال ولا القهوة اللي بشربها يعني بره، ولا الاثنين. احنا في السوبر ماركت برضو بيبيع، بس احنا بنتعامل مع المنتج النهائي اللي هو ما قبل التحضير، بمعنى البن اللي موجود داخل او جوه محطوط على الشلف او الرف في السلاسل. ده الاهم بالنسبه لكم، لان انا ما اقدرش احكم عليه بعد ما يتم تجهيزه. انا اقدر احكم عليه وهو لسه بين قوسين ماده جاهزه للتحضير. فتملي احنا بنبص على السلعه او المنتج النهائي، لان الغش بيكون مرتبط بالمنتج النهائي في المحل. كل ما يدخل البيت، لأي قبل ما يخش البيت، مش كل ما يخش البيت. ما هو أنا دلوقتي بروح أشتريه من المحل التجارية أو من السوبر ماركت، فحضرتك سلامة الغذاء هي اللي بتأمن كل ما يدخل البيت. بالضبط، إحنا كل ما هو معروض في المحال والسلاسل، إحنا زي ما أنا ذكرت من في الفترة اللي كنا بنتكلم فيها على الواردات، إحنا بنتكلم على الرقابة على الحدود لكل ما هو وارد، الرقابة في المنبع للمنشآت الغذائية اللي بتنتج سلع وطنية بتتداول جوه السوق المحلي. فإحنا عندنا رقابة مزدوجة على الوارد وعلى المصنع في السوق المحلي، ولكن في بعض الأحيان بيكون في منتجات مسربة عشان نكون أكثر شفافية من مصانع بره المنظومة الرقابية. المصانع غير الرسمية لسه برضو المشكلة دي موجودة، طالما إن الوعي عند المصنع مش كامل، والوعي عند المستهلك اللي هو بيستهلك منتجات غير معروفة، فبيشجع المنتج اللي هو غير خاضع أو غير منضم للمنظومة إن هو يستمر في العمل المخالف. بس دي مش بتوصل للمحال الكبرى، دي بتتباع برا. ممكن غالبا بتكون في المحال اللي هي التجزئة الصغيرة، ولكن احنا لما بنتكلم على الرقابة نتكلم على الرقابة بكل ما ناحية. لكم سيطرة على المحال الصغيرة برضو، المحال نسميها المحال العامة. فاحنا المحال العامة أو السلاسل التجارية كلها بتخضع للرقابة، زي ما قلت في المنبع للوارد وفي المنشآت الغذائية في المصنع محليا، ولكن الرقابة على المنتجات المسربة بيتم من خلال الحملات مع الجهات المعنية زي الزملاء في الداخلية، في مباحث التموين، الزراعة، في الخدمات البيطرية، التموين، الصحة، في الحملات المشتركة اللي بيأمر بيها وينظمها المحافظين، السادة المحافظين في محافظاتهم بنشارك فيها. كل ده بغرض السيطرة على السوق في الجزئية الخاصة بالمنتجات المغشوشة، المنتجات المسربة، المنتجات اللي غير خاضعة للوائح أو المواصفات الخاصة بالجودة. طيب اسمح لنا نسمع بعض الأسئلة لحضرتك من الناس ونرجع نكمل مع حضرتك. نتابع. سؤال الدكتور طارق الهوبي، ازاي بيتم عملية الرقابة على المنتجات الغذائية؟ هذا سأله ازاي الواحد لو حاجة منتجية صلاحية يعرف ازاي ان هي انتهت صلاحية او يرجع لمين؟ عايز اعرف ازاي بتم التعامل مع غش القهوة وغش السلع عموما، يعني ازاي اسأل عن اي حاجة منتجية صلاحية؟ ازاي بتتم الرقابة على المنتجات الغذائية في ظل وجود تلاعب بهذه المنتجات وتأثيرها على المواطن المصري؟ بالنسبة للقهوة، ازاي اقدر افرق بين القهوة المغشوشة والقهوة السليمة يعني، وازاي بيتم غش السلعة دي؟ سؤالي للدكتور طارق الهوبي، ازاي اعرف اي منتج منتهي الصلاحية ومين المسؤول اللي اقدر ارجع له؟ ازاي اعرف السلع الغذائية المغشوشة في السوق؟ دكتور، هو دي بعض من شكاوى الناس. بتجيلكوا الشكاوى ازاي الاول؟
احنا الشكاوى بتيجي من خلال منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، من خلال جهاز حماية المستهلك، الويب سايت الخاص بالهيئة، التليفون الشكاوى الخاص بالهيئة. احيانا بتيجي من خلال بعض الشكاوى بشكل شخصي بيقدمها في مقرات الهيئه المختلفه سواء في المحافظات. ده ما شاء الله الناس بقى عندها وعي عظيم. المستهلك بقى عنده وعي، بقى عنده اهتمام بان هو يعرف ازاي ممكن يختار السلع، عشان كده حصل تطور في سلوك المستهلك ووعيه. الأجيال بقت عندها خبرات متراكمة، المعرفة والاهتمام باختيار السلعة والاهتمام بمعرفة هل السلعة دي أمنة وسليمة من عدم. بس احنا ساعات بندخل برضو بعض المحال التجارية بنجد لو في عندك أي مشكلة اتكلم على هذا الرقم التابع لهيئة سلامة الغذاء. دي واحدة. وإحنا في بعض المحطات وبعض القنوات التلفزيونية حطينا الرقم الخاص بشكاوى الهيئة. إحنا في شهر رمضان كان عندنا توجه في الهيئة إن إحنا لازم نعمل حملة دعائية نعرف المستهلك بالهيئة ودورها، ونقدم دعم للمستهلك في إن هو إزاي يختار المنتج وإزاي يعرف المنتج الصحي اللي ليه مردود على صحته كمستهلك. وتم تطوير المركز الإعلامي، أنا ما شاء الله متابعة، يعني عاملين شغل حلو. إحنا بنطلع تقرير أسبوعي بنتكلم فيه عن أنشطة الهيئة، والحقيقة ده جزء من فلسفة الهيئة في الشفافية وحوكمتها، وده جزء من استراتيجية الهيئة إن إحنا يبقى عندنا شفافية في عرض نتائجنا وعرض مشاكل اللي بتيجي من المستهلكين والرد عليه. وده أخذنا إن إحنا في نهاية شهر مايو اللي فات أصدرنا الجريدة الإلكترونية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي سابقة مش موجودة ولا في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط، إن يبقى هيئة رقابية عندها جريدة بتحط فيها كل قراراتها وبتحط فيها كل اللوائح الخاصة بيها قبل النشر، عشان نعرف الفيدباك اللي بيجي من الشركاء من القطاع الخاص، من القطاع الصناعي، من المنظمات والهيئات، عشان نشوف هل ده بيتماشى مع وطروحاتنا بتتماشى مع رغبات المصنعين طالما انها داخل اطار التشريعي. وعطينا 60 يوم لاي لائحة هنحطها مش نسمع فيها المردود وبعد كده نصدر. نوع من الحوار المجتمعي بس بطريقة غير مباشرة مع القطاع الصناعي ومع الهيئات ومع كل ما هم له علاقة بمنتجاتنا وسلعنا سواء كانت بتجيلنا أو إحنا بنصدرها. حلو قوي. طيب نجاوب على أسئلة المواطنين أو المستهلكين بقى، يعني بما إننا كمان جزء من الناس اللي بستهلك برضو، يعني وأنا مستهلك. كلنا مستهلكين للسلع، إحنا لازم نبقى عندنا قدر من الوعي، وده الحقيقة بحترم فيه الناس لأن عندهم قدر من الوعي كبير قوي، بس كمان نطمن إن الدولة بتحافظ على صحة المواطن. فالرقابة إزاي بتكون على المنتجات الغذائية؟ تاريخ الصلاحية، ناس كتير قوي بتشتكي ان بعض المنتجات المستورده تحديدا تاريخ الصلاحيه بتاعها يا اما قرب يخلص يا اما خلص. في بعض غش السلع، وحضرتك قلت ده حصل في القهوه، لكن واضح ان كمان حصل في الشاي او بعض المنتجات الاخرى. طيب ازاي يعرفوا ان الحاجات دي مغشوشه؟ هل دلوقتي في بعض السلع المغشوشه؟ هل ممكن نلاقي سلع مغشوشه ولا خلاص احنا بقينا في امان؟ الـ 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 العلاقه بين المشرع في قطاع الغذاء وبين المصنع اللي هو خارج المنظومة تملي بتبقى علاقة بيبقى زي الشخص اللي هو بيخالف القانون أو خارج على القانون، والهيئة هي سلطة إنفاذ القانون. ففي سلع هتكون مغشوشة، هتبقى في سلع مغشوشة، ولكن لازم يقابلها في الجانب الآخر وعي للمستهلك، معرفته بالعلامات التجارية الأصلية، معرفته بشكل العبوة، معرفته بتركيبة اللي هو بي 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 بيقتنيها أو بياخدها من على الرف. الرقابة على الغذاء يعني ما يغيرش، يعني خلاص أنا العبوة دي بشتريها هي كل مرة. لا بس حضرتك أكيد في أي ما حتى لو خرجنا برا نطاق الغذاء واتكلمنا على أي سلعة بنقتنيها بدءا من الملابس انتهاءا بالمستحضرات التجميل والعناية، الشخص لما بيكون عنده ثقة في البراند أو العلامة التجارية بيكون تملي عارف حتى لو
المصنع غير في التركيبة أو غير في المكون بيبقى عنده الحساسية دي. اللي أنا بقوله أن الرقابة على النظام سلامة الغذاء مش دور الهيئة منفردة ولا دور الحكومة منفردة، بل ده دور المستهلك. لأن أنا لو احنا اتكلمنا على عدد المنشآت الغذائية اللي موجود في بلد بحجم مصر، لازم يكون المستهلك مساعد، عامل مساعد، بالعكس عامل كمان أنا بحفزه إن هو يكون متداخل في الرقابة، بأن هو يبعت شكوى، إن هو يقول في إنذار مبكر للسلع دي متداولة في مركز في محافظة إحنا مش شايفينها. ده يعني يساعدك إنك تشاور على الغلط، هو يشاور وأنا أتعامل. ما هو كده بيساعدنا بالضبط. بالضبط، لأن ده دور. بس مش كل حاجة بتبقى مخشوشة، من الممكن أن يكون الطعم متغير، عشان حضرتك قلت أن في تركيبات بتبقى مع بعضها. واجهتنا في الفترة الأخيرة تحديات، أن كان عندنا معوقات في الاستيراد، وكان عندنا معوقات في أن احنا يبقى عندنا لبعض المصنعين نفس الخامة من نفس البلد اللي كان بيستورد منها، فلجأت بعض المصانع لحلول ابتكارية. يمكن أنا اتكلمت أن ده محفز للابتكار، عشان نلاقي ممكن يكون مكون محلي هو استخدمه عشان يوصل لنفس الطعم ونفس التركيبة. فده مش معناه غش، ولكن ده معناه أنه هو المصنع راح لمرحلة تانية من الابتكار عشان يعوض. وعشان كده ساعات بنلاقي الطعم مختلف، ده مش معناه ان في غش، ده معناه ان هو في تركيبات دخلت على بعضها. ممكن تكون تغيير في المركب، تغيير في التركيبه. شاي كمان حصل فيه مشكله، صح؟ الشاي كان اخر حاجه زمايلنا في جهاز حمايه المستهلك كان نجحوا ان هم يلاقوا احد المصانع اللي هو بتعمل اعاده تعبئه للشاي بشكل اصل. الغش قد يكون في المكون، قد يكون في العبوه، فكلهم غش وكلهم تقليد لعلامه تجاريه، وده بيضر بالمصنع. فيما يخص بقى تاريخ الصلاحيه، معضله تواريخ الصلاحيه، والمستهلك تملي عنده رهاب من تواريخ الصلاحيه. مصر عندها مواصفه كامله وشامله من الزملاء في هيئه المواصفات والجوده خاصه باشتراطات تواريخ وفترات الصلاحيه. احنا بنلزم بيها المصنع في السوق المحلي، وبنلزم بيها المستورد لكل ما هو وارد لمصر، انه لازم يلتزم بفترات الصلاحيه. فغير مقبول ان احنا بنستقبل سلعه منتهيه صلاحيتها او قاربت على انتهاء صلاحيتها، وفي نفس الوقت غير مسموح بالتلاعب في السوق المحلي او لكل ما هو مستورد بالتعديل او اضافه او حذف او كشط لتواريخ الصلاحيه. ف تواريخ الصلاحية واحدة من أهم الـ 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 العوامل اللي بتأدي لثقة المستهلك في النظام الرقابي، فده جاء منه اهتمامنا كهيئة بتواريخ الصلاحية، واهتمام الزملاء في هيئة المواصفات والجودة بالتحديث والتنقيح في المواصفة الخاصة بفترات الصلاحية. فأنا أحب أقول أن جزئية فترات الصلاحية دي يعني بدون أدنى شك غير خاضعة لأن هي يحصل فيها أي نوع من أنواع التلاعب أو قبول سلعة كانت قاربت على الانتهاء فنسمح بدخولها. مين اللي بيراقب على كتابتها؟ لان انت كاتب بخط صغير قوي مش باين. في اثناء عمل يعني لو كنا بنتكلم على المنشآت الغذائيه اللي داخل مصر، واحده من الطرق التفتيش المراجعه لحجم الفونت ودرجه وضوحه، لان في المواصفه درجه الوضوح واللغه اللي مكتوب بيها اللي هي لازم تكون اللغه العربيه، دي واحدة من اشتراطات تواريخ الصلاحية اللي تكون موجودة على العبوة، يكون شكلها ازاي واضحة، غير قابلة للمحو، غير قابلة للقشط، كل ده علشان غير قابلة للتجديد. لا تجديد اللي بيشيلها ويحط لا ده 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 غش وتدليس. خلينا نتكلم على ان المصنع اللي هو بيلتزم بالتشريع وحاطط السلعة بتاعته على الرف في السلاسل أو في المحل العامة، إنه هو يعني في بعض المصنعين قبل حتى انتهاء فترات صلاحية منتجاتهم بيبتدي يلمها من السوق ويبتدي يحط الجديد منها. هنطلع بفاصل الأخير ونرجع نكمل معاك. تفضلي. فاصل ونعود.
اهلا بكم مره اخرى. برحب بدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. اهلا بحضرتك مره ثانيه دكتور. دكتور يعني في الفتره الاخيره كان مهام الهيئه اللي وضعتها على عاتقها ان يكون هناك تطابق ما بين المكونات اللي موجوده على كل منتج وما بين والمنتج نفسه. يعني كان ساعات نسمع ان هذا الزيت خالي من الكوليسترول وهو مش خالي من الكوليسترول ولا حاجه، فياكله حد عنده الكوليسترول او يجي له مشكله. فبرضه بعض المنتجات الخاصه بالمكملات الغذائيه، بعض المنتجات الخاصه بالبروتين بار وغيرها، عملتوا ايه عشان يعني الموضوع ده يبقى يتم تقنينه الى حد كبير؟ بطاقه البيانات الموجوده على المنتج اللي بتقول مكوناته ونسبها اصبحت واحده من الحاجات اللي احنا بنسترشد بيها عشان ناكد جوده المنتج ده من عدمه. لو اخذنا المكملات الغذائيه كمثال، احنا عند تسجيل المكمل الغذائي واحده من المتطلبات اللي مطلوبه من المصنع ان هو بيجيب ما يفيد بالتركيبه ونسبها ومكون المنتج المكمل. وبعد بداية أول تشغيلة أو تصنيع بيتم سحب عينات بترسل للمعامل للتحليل ويقارن ما هو مذكور في بطاقة البيانات واللي كان موجود في المنتج المصمم. فده نوع من أنواع إحكام الرقابة لضمان مصداقية المنتج فيما هو معلن عليه، لأن أحيانا لو كان مفيش التزام باللي مكتوب على البطاقة قد يكون مصدر خطر لصحة مستهلك مكتوب إن هي خالي من السكر ولكن بيحتوي على سكر، فده يكون مصدر لخطر على صحة طبعا مرضى السكر أو مرضى السكري. فالتزام المصنع ببطاقة البيانات وذكر كل ما هو موجود داخل السلعة ومكوناتها ونسبها. وفي احيانا الناس كمان من المصنعين بيضيفوا ان النسب دي بتمثل قد ايه من الاحتياج اليومي للمستهلك، في اضافه في التجويد والرساله اللي بتكون من المصنع للمستهلك فيها مصداقيه في السلعه دي. فموضوع المكملات احنا بنحكمه باللي بيقدم من المصنع وهو ملزم ما بعد التحليل لأول تشغيلة، وبيتم على فترات عشوائية سحب عينات للتأكد من التزام المصنع بما مذكور في بطاقة البيان. ده بدأ في كل المنتجات؟ احنا عندنا بدأنا في المنتجات المكملات الغذائية بشكل أكثر تركيزاً. بنراجع البطاقات البيانات اللي موجودة في السلع الأخرى، وزي ما حضرتك تفضلتي بالنسبة للزيوت بالتحديد والترانسفات أو الدهون المتحولة، احنا من حوالي شهر بدأنا نعمل مسح لكل المصنعين اللي بيصنعوا زيوت موجودة في السوق عشان نتأكد من مدى التزامهم بالقرار اللي أصدرته الهيئة بالنسب اللي المفروض تكون موجودة في الزيوت من الدهون المتحولة. والحقيقة دي تمت بشكل غير معلن وعشوائي لكل المصانع، تأكيدا لدور الهيئة في الرقابة لما بعد القرار ولما بعد التصنيع عشان نشوف مدى التزام المصنع بالقرارات والاشتراطات. وفي تجاوب من كل الحقيقة كان المصنعين، ولو أخذنا قطاع الزيوت وقطاع المكملات كمثالين، حقيقة كان في التزام عالي جدا من المصنعين بالالتزام بالقرارات، لو أخذنا قرارات لما هو له علاقة بالدهون المتحولة ولبطاقات البيانات في قطاع المكملات الغذائية. إيه اللي هي المكملات الغذائية؟ المكملات الغذائية هي كل سلعة أو كل منتج بيحتوي على فيتامينز، مينرالز، أملاح معدنية بنسب معينة، بروتين عالي، كل ما هو بيكمل النظام الغذائي الطبيعي للإنسان وحصل فيه نقص في الإمداد للمستهلك أو للإنسان بيكمله المكمل ده. وده يمكن كان
الخلاف في تفسير المكمل الغذائي والمستحضر الدوائي بيننا وبين زمايلنا في هيئة الدواء، وصلنا في الآخر إن إحنا حطينا معيار وهي الإفسا أو هيئة المعايير الأوروبية، وقلنا إن دي اللي هتفصل ما بين كل ما هو مكمل وكل ما هو مستحضر دوائي، وفعلا وصلنا لتوافق على مدار، احنا طلعنا قرارين في نهاية 2023 وفي منتصف او اوائل 24 في شهر فبراير، واحنا في منتصفها بنعمل القرار الثالث في الرتوش الأخيرة. كان في اجتماع مع دكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء عشان نفعل بروتوكول ما بين الهيئتين وندي فترة توفيق أوضاع بين الشركات والمصانع المسجلة في هيئة الدواء، وأصبح منوط بيها أنها تنقل لهيئة الغذاء نتيجة أنها بعد القرارات اللي طلعت بين الهيئتين بقت قانوناً تبع هيئة الغذاء. الشاهد ان احنا بنحاول نخلي في منهجية وفي آلية للرقابة على سوق المكملات والمستحضرات من الجهتين. طيب برضو بطاقة اللي هي تعريف المنتج زي ما حضرتك بتقول عليها مش بتكون واضحة في بعض المنتجات، يعني بتبقى صغيرة جدا مكتوبة لدرجة ان بتبقى الى حد ما كأني مش مهمة بقى انك تبص عليها. يعني خليني، وده مش دفاعا، بس خليني أقول لحضرتك أن أحيانا بتبقى المساحة اللي موجودة عند المصنع في على العبوة وهو حابب يحط كل المعلومات اللي تخص المنتج ده، وأحيانا بعض المصنعين بيحطوها باللغة العربية واللغة الإنجليزية لأن نفس المنتج ده بيصدر، وده بيدي دلالة أن المنتج ده المصدر زي المنتج المتداول في السوق المحلي. فهي أحيانا بتكون المساحة المتوفرة على العبوة للمصنع يحط عليها، يعني اللي بيتصدر بره بيبقى الكلام اللي مكتوب عليه أو المكونات دي هي نفس المكونات الموجودة بالفعل جوه. بس أحيانا بتكون في هناك بعض المتطلبات من الدول المستوردة لبعض المنتجات بيلزموا بيها المصدر إنها لازم تكون موجودة، فبيكون في تركيبة خاصة للدولة اللي رايح لها المنتج وفي عبوة خاصة للدولة اللي رايح لها المنتج. عشان كده يقال ان الحاجات اللي بتتصدر بتبقى مختلفه احيانا. مختلفه مش معناها هي الاحسن، مش معناها ان هي الافضل. دي نقطه مهمه انا توضحها. هي معناها ان الدوله المستورده للسلع دي او لنوع معين من السلع بتشترط على المصدر ان يكون موجود فيها بعض المكونات، وبالتالي اليه الفحص للشحنات دي قبل التصدير بتختلف عن اليه فحص صادرات لدوله تانية. عشان كده احنا بنطبق القواعد الفنيه الملزمه المصريه مع المواصفات او القواعد الخاصه او الاشتراطات الخاصه بالدوله اللي هتستقبل السلعه دي او المنتج ده. هل لدينا في مصر تشريعات قانونيه لحمايه سلامه الغذاء؟ عندنا التشريعات والقوانين اللي كانت موجوده زي كان معاشره وقانون 48، ولكن القانون الهيئه الخاص بالعقوبات اطرح على مجلس النواب وكان في جلسات للنقاش قبل انتهاء الدورة الماضية في البرلمان، واعتقد ان احنا دلوقتي بصدد ان احنا برضو نشوف الاراء وتعليقات الهيئات والمنظمات والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات والمجالس، ونشوف الفيدباك او المردود اللي بيجي من المصنعين ومن المتعاملين عشان بعد كده يستكمل ويعرض مرة أخرى على البرلمان. يعني إن شاء الله في تفعيل لقوانين. إحنا خلاص عملنا القانون الجزئية الخاصة بقانون العقوبات، وتم طرحها للمناقشة على جلسات امتدت فترة طويلة في وجود كل الشركاء المعنيين والهيئات والوزارات وكل أدلى بدلو. احنا في مرحلة برضو ان احنا عندنا يعني راوند تاني مع الشركاء في الغرف وفي المجالس عشان نسمع الآراء من المصنعين ومن المستوردين والمصدرين عشان تبقى دي استكمالا لصورة الشكل النهائي من قانون العقوبات قبل ما
يتعرض مرة تانية على البرلمان. دكتور، يعني الحلقة دي معمولة خصيصا لطمأنة المواطنين ان كل ما يدخل جسم الانسان داخل الدولة المصرية هو آمن بنسبة كبيرة جدا نتيجة لوجود هيئة سلامة الغذاء، هل كلامي صح؟ كلام حضرتك صح 100%، لان العاملين في الجهات الرقابية وخصوصا هيئة سلامة الغذاء هم في الاخر مستهلكين، احنا بننزل ناكل من نفس الاكل وبنستخدم نفس السلع، فلازم يكون في ثقة في المستهلك المصري في جهته الرقابية اللي بتعد واحدة من اللاعبين الاساسيين في تشريع الغذائي في المنطقة، في الكفاءات اللي موجودة في الهيئة، في النظم واللوائح والاشتراطات، في القانون بتاع الهيئة ولائحته التنفيذية، في ثقة القيادة السياسية في الهيئة ودورها، وزي ما قلت دعمها. فلازم يكون في ثقة من المستهلك ان كل ما هو متداول في السوق المحلي وكل ما هو وارد للدولة المصرية بيخضع لمصفوفة معقدة من التحاليل والاختبارات، لازم نتأكد منها ان كل ما هو معروض للمستهلك المصري في المقام الأول يهمنا صحته، لأن احنا مستهلكين قبل ما نكون مشرعين ورقابيين. ومش زي ما يقال ان اللي بيتباع بره افضل من او اللي بيتصدر بره افضل من اللي بيتباع هنا. احنا عندنا لايحة ما بتفرقش ما بين اللي بيتصدر وما بين اللي بيصنع محليا، احنا عندنا لايحة بتحدد المنتج ده او السلعة دي خالية من اي مخاطر قد تؤثر على صحة المستهلك المصري. ده الفلسفة الخاصة بالهيئة وده دور الهيئة حسب ما نص عليه القانون الخاص بيها. بشكرك جدا على وجودك معنا دكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نورتنا. الله يخليك، اشكرك. وبشكركم مشاهدينا الكرام، الحقيقة اللي كانت الحلقة دي مهمة جدا، لان كان في تشكك في الفترة الماضية ان في غش في بعض السلع، ان في منتجات غير صالحة للاستخدام، لكن اعتقد ان انا واحدة من الناس اللي بحب جدا ان اطمن بنفسي، انا بقيت مطمنة، واتمنى ان كل مواطن بيسمعنا دلوقتي اطمن ان كل حاجة بتدخل جسم المواطن المصري، تدخل بيت المواطن المصري، هي آمنة بنسبة 100%، وإن الدولة لديها هيئة سلامة الغذاء خصيصا عشان تأمن كل حاجة بتوصل لنا. لكم تحياتي، أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء.